النهارده الفجر سيد الرئيس السيسي تفقد الأكاديمية العسكرية، وكان في حوار مع طلبة الأكاديمية، وتحدث سيادة الرئيس في عدد من الملفات والموضوعات المهمة، وده بعد عودته مباشرة من الجولة الأفريقية اللي زار فيها أنغولا وزامبيا وموزمبيق. زي ما قلت لحضراتكم، دي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس مصري لدول الجنوب الإفريقي. قراءة وتعليق على زيارة سيادة الرئيس لإفريقيا، رحب على التليفون بدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي. دكتور سمير، مساء الخير يا فندم. مساء الخير مدام، معذر حضرتك ولكل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. أهلا دكتور سمير، اهلا بيك. وفي يعني كذا موضوع كده اسمح لي نتناقش فيه واعرف قراءه وتعليق حضرتك فيه، بس خليني ابدا. النهارده كان سياده الرئيس بيتفقد الاكاديميه العسكريه، وده بعد رجوعه مباشره من الدول الافريقيه الثلاثه. احنا مش عايزين نحسد سياده الرئيس اربع ايام في زور ثلاث دول، وثلاث دول طبعا مقابلات واستقبالات و و و ويجي الصبح الساعة 5 الصبح ما شاء ينزل الله. أيوه. يخش الكلية الحربية عشان يطمن على أولاده. أيوه. الأكاديمية العسكرية يا مدام عزة هو تنظيم جديد اتعمل، عمله سيادة الرئيس من سنة. نعم. إن أصبحت الأكاديمية العسكرية تتكون من الكلية الحربية، البحرية، الدفاع الجوي، والكلية الجوية. نعم. دول كلهم هيبقوا في الأكاديمية العسكرية، بنمشي نفس النظام والأسلوب بتاع بره، إن إحنا بيبقى منهج المناهج متنسقة مع بعض، إن دول بيطلعوا يشتغلوا بره، وبيشتغلوا مع أما يتخرجوا بيشتغلوا مع بعض كوحدات في القوات المسلحة، وده الأسلوب اللي بتتبعه الدول الغربية المتقدمة بره. لما هيتنقلوا بيعملوا كده، اللي هيتنقلوا العاصمة الإدارية هيبقى الكلية الحربية وكليه الدفاع الجوي من اسكندريه. على فكره الطلبه هناك بتتخرج مع البكالوريوس هندسه من جامعه اسكندريه، هتتنقل مع الكليه الحربيه في العاصمه الاداريه، وهتاخد بكالوريوس هندسه جديد من جامعه القاهره. الكليه الجويه مش هتقدر تتنقل لانها لها المطار بتاعها في انشاس وفي البيز، فدي حاجات مجهزه من الصعب انها تتنقل. ايضا الكليه البحريه هتستنى مكانها طبعا في ابو قير في اسكندريه، لان طبعا ده البحر وفيها معداتهم، فدول موجودين. اللي عايزين يعني نضيفه النهارده ان سياده الرئيس لاول مره يتكلم على ان ان الاكاديميه العسكريه مش بتدرب ولادها العسكريين، ولكن بتدرب فئات اخرى من المجتمع المدني. نعم. النهارده وزاره الخارجيه، وزاره النقل، الماليه، الكهرباء، التعليم، وانا يعني شرفت ان انا كنت بدرس في هذه الدورات. نعم. يعني الولاد الجداد اللي اتخرجوا من الجامعه والتحقوا بوزاره الخارجيه عشان يبقى سكرتير وانصل وسفير بعد كده، اول ما التحقوا دخلوا الكليه الحربيه في فتره شهر شهرين ثلاثه. نعم. وخدوا دورات، وانا عجبتني البنت النهارده اللي قامت اتكلمت وسياده الرئيس سالها، قال لها انت تعلمتي ايه واستفدت؟ تعلمت الانضباط، ان انا عارف ازاي اكلم المرؤوسين بتوعي، تسلسل القياده بتاعتي. يعني حقيقي انا حسيت فعلا ان النهارده وهي بتتكلم ان مصر حققت الهدف من العناصر دول. لما انت تجيبي النهارده المهندسين بتوعك الجداد اللي هم هيسيقوا المونوريل والقطار الكهربائي اللي متكلف المليارات، انت دربتيهم تكنيكالي وكذا، انت بتديهم بقى حته الانضباط وحته، لان لو في ثانيه في القطر ده هيعمل لك حوادث. ايوه انت فاهمه. أيوه. انت وبعدين موضوعات الامن القومي، كل دول ما هم ولادنا.